اهلا بيكم. انا كده النهارده بخصوص كل اخبار نادي الزمالك وكل حاجه حصلت جوه نادي الزمالك، ومعنا خبر جديد. واشرف بن شرقي بيطلب من كارتيرون المدرب الفرنسي لنادي الزمالك، بيطلب منه اجازه 3 أو 4 ايام علشان يقضيهم في الامارات بعد نهايه كاس العرب، او بعد خروج منتخب المغرب من كاس العرب. فاشرف بن شرقي بيطلب من كارتيرون انه يقضي اجازه 3 أو 4 ايام في الامارات بعد خروج منتخب المغرب من كأس العرب. فهنشوف كارتيرون هيوافق ولا لا على متطلبات اشرف بن شرقي. وبكده تبقى نهاية الفيديو النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان نوصل لاكبر عدد من المشتركين الزملكاويين. شكرا.